انا عمال بفكر هل اقول مقدمة من دماغي ولا اقرا مقدمة، ولا يعني الموضوع بيبقى صعب بالنسبة لي. ليه؟ عشان الفنانة اللي منورة الاستوديو هي بجد، وانتوا خلاص المفروض تكونوا حفظتوا شخصياتنا، يعني هي حد انا بحبها حب غير طبيعي، يعني مش حب اللي هو ماشي عملت كام حاجة الله، لا مش حد انا بحبه جدا جدا جدا، ممكن اقعد اقول جدا بقى لحد ما نخلص بجد يعني. وبحب اعمال كتير جدا ليها، واكتر عمل انا بحبه ليها، من اكتر الاعمال اللي بحبه ليها، السوها جايه ضربه الطقم بتاعه النهارده يعني، جايه جاهزه، جايه جاهزه. فمعانا الخطيره قوي 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 قوي، واللي بتتكلم زي ما هو كده من غير مطبات ولا اي حاجه، ما بتتلف ولا اي، زي ما هو كده. يعني هنقول ايه، الاسطوره بقى، هنقول حاجات كتير بقى، الرائعه علا رامي، الله يخليك ومتشكرة جدا ده من قلبي. ومن قلبك وواصل، وأكيد وصل للجمهور برضو إن أنت فعلا مش بتكذب يعني. الحمد لله. ميرسي قوي على الإعجاب الشديد، وأهلا وسهلا، عيش سعيد. حضرتك نورتينا طبعا، واحنا كلنا مبسوطين وضاربين القطم حبيبتي. اللي على الحبل عشان الجايه. هي حنفي من فوق وانت حنفي يعني، مش عشان عارفين حضرتك موجوده فعاملين احلى حاجه عندنا النهارده. واصل لك ان احنا قد ايه مبسوطين ومبهورين ويعني سعداء جدا ان حضرتك منورانا النهارده. يا حبيبتي انا اللي مبسوطه في برنامج عيش سعيد، عشان ده لازم كل الناس يبقى ده اسلوبها، عيش سعيد. يعني ربنا يطول في عمرك اكتر، لما هتضحك الحياه كلها هتبقى بتضحك قدامك. اكيد. طيب احنا ان شاء الله كده رمضان على الابواب، واحنا كنا قبل ما حضرتك تنورينا كنا قاعدين بنتكلم في فكره اول يوم رمضان والطقوس بتاعتنا، كل واحد بيفطر فين، بتعمل ايه، بنعمل ايه، الصنف او الاصناف اللي لازم تكون موجوده. فحضرتك بقى من وجهه نظرك احكي لنا عن اول يوم رمضان بالنسبه لك، بيبقى الفطار مع مين؟ حضرتك دايما اللي بتعملي الفطار ولا بتحبي تتعزمي اليوم ده؟ فاحكي لنا عن طقوسك في اول يوم رمضان كده. هو أول يوم رمضان هيبقى زي آخر يوم رمضان بالنسبة لي. دي حاجة. الطقوس اللي كنا بنعملها أنا لسه السنة دي مانيش عارفة هتتعمل ولا لأ، لأن الله يرحمها ماما والله يرحمه بابا، الله يرحمه، الله يرحمه حسين الإمام، كنا بنتلم أول يوم عندنا عند أمي، وبنعمل بقى لازم ملوخية، فتة، بط، ما اعرفش برضه اقول لا بط، لا مالناش فيه، اوكي لا مالناش في البط، مع ان البط بالبرتقال صينيه كده أيوة بيبقى طبعا جميل، حرشة. انما لا مالناش فيه. فمش عارفه بقى السنه دي ايه اللي هيحصل واللي هيتم، هنفتكر هنفتكرهم ونقول الله يرحمهم كان حصل كذا وكذا وكذا. الله ان شاء يرحمه الله يا جميع. رب. طب خلينا بقى اول حاجه نتكلم عليها المسرحيه والمسرح، وقد ايه الفنان الصح زي ما بيقول الكتاب حبه الاساسي بيبقى للمسرح، لانه هو ده بيبقى منه للجمهور، وجمهور على طول بيديله الفيدباك او بيبين له قد ايه هو بيحبه او متفاعل معاه. قد ايه انت حبك للمسرح، وقد ايه حبيتي ان انت رجعتي بعمل مسرحي الايام دي؟ انا تربيتي على خشبة المسرح من وانا عندي 9 سنين. بابا دخلني معهد عالي الباليه علشان نعمل رقصات باليه بتبقى بتقدم على المسرح، المسرحيات بتاعت الباليه بتبقى على المسرح. فمن اول ما دخلت المعهد خدوني اعمل معاهم في الباليه الكبير اللي اسمه كسرت البندق، الاطفال اللي هم عارفه انت الكوك العرايس اللي بتبقى تفتحيها تلاقي واحده تانية، تفتحيها أيوة تلاقي واحده تانية، العروسه الروسيه الروس. دي فهي كانت الرقصه كده، الرقصه الروسي اللي هي بتاعت الاطفال اللي هم الكوكل دول، ولابسين بقى زي الكوكلوات وعاملين المكياج اللي هو زي الكوكلاهية بالظبط. ف من وانا عندي 9 سنين اتدحرجت على المسرح ف مش غريبة عليكي، ما بقتش اخاف، ما عنديش رهبة المسرح او رهبة وقوف المسرح، ما بقتش موجودة من وانا 9 سنين وانا مطلوقة. عشان امثل على خشبة المسرح يعني اتكلم، هناك فرق، لان الباليه
بتقدمي عرض وبترقصي صامت كده خالص وتعبري وتعملي الرقصه بتاعتك. عشان بقى تعملي كده وتقفي وتقولي جرى ايه؟ لا زي اللي بعمله في المسرحيه. لا اصلا ملامح حضرتك الرقيقه الناعمه مش عارفه اللي هو لما تقف تقول جرى ايه ولا، فالموضوع بيبقى عايزه اقول لك على حاجه. مسرحيه شفيقه المصريه اللي انا بعرضها دلوقتي بقالي اكتر من 3 اسابيع. انا دوري مختلف تماما عن اي حاجه ممكن تشوفوني فيها. يمكن قريب شويه الشخصيه لفيلم عملته من 10 سنين كده كان اسمه ريكلام. يمكن يكون الشخصيه قريبه شويه. انما لا، فيها رقص بقى وفيها العلمه شو يعني استعراض وحركات، يعني انا العلمه الكبيره المتصيطه اللي بتاخد شفيقه وبتدربها وتقول لها حركات جديدة وتسلمها السولجان ان هي وتفتح لها الباب وتفرش لها السجادة الحمراء علشان تكمل مسيرتها هي من خلالي انا بفرقتي. قدمتها للجمهور وللأكابر البلد، البشوات والملوك والخديوي والحاجات دي. طبعا حقبة الزمنية 1910 باين ولا حاجة كده، حاجة ما فيهاش ريفرنس اصلا نرجع له علشان نقول ده مش مثلا الثلاثيه. الثلاثيه كانت بعد كده، بعد كده ب 20 سنه حاجه كده. طب قبل كده ايه؟ كانت العوالم دي شكلها ايه؟ والمسرحيه يعني العنصر النسائي فيها غالب شويه كتير، كتير قوي. وده لذيذ، ده لذيذ اللذيذ، يبقى فيه فن كده وبيحصل اكشن كمان. وبالنسبه لدخولي على خشبه المسرح زي ما قلتي لي، ان انا اول ما بدخل الناس بتشوفني دي هي بيترحب بيا، بقول لهم اهلا وسهلا بيكم شكرا، وابتدي امثل وبتاع. الفينال لا، طول ما انت بقى بتمثلي هنا هنا هنا، قلتي حاجه ضحكت بيضحكوا، قلتي حاجه غمتهم هيتغموا. كده يعني. اكشن ورياكشن ده مهم جدا. الفنان اللي عايز يثبت نفسه فنيا يشتغل مسرح. هيلاقي على طول الاكشن والرياكشن، هو بيحب يعني الجمهور بيحبه ولا في اقبال من الجمهور، يعني في اقبال. ايوه انا عايز اجي في حته المسرح دي. معلش بقى النقطه دي. ايوه هنا بقى. ايوه انا عايز اجي هنا واسخف. لا هنشوف. يعني المسرح في الوقت اللي انا وحضرتك قاعدين فيه ده، انا اوعى وافتكر المسرح هنا كان عامل ازاي. وكان بيحضروا اعداد عامله ازاي وناس عامله ازاي ونجوم عامله ازاي. مسرح بقى، مسرح. بالعربي، باللغه العربيه الفصحى، وات هابند دلوقتي؟ يعني هو للاسف انا بشتغل مسرحيه قطاع عام او حكومه، مفيش حاجه اسمها بند دعايه. فده اللي عايزين نطلبه، يعني يا جماعه من فضلكم لما نيجي ننتج روايه يبقى فيها على الاقل 10% من قيمه الروايه للدعايه. تسويق طبعا، للدعايه. فده بنطلبه وبنحاول. يعني ازاي مفيش بند دعايه خالص؟ الثقافه ما فيهاش مردود. يعني البيت الفني، الثقافة نفسها اللي هي بتقدم ما بين مسرح وحاجات تانية. المسرح بالأكترية عشان هنتكلم فيه. يعني الميزانية اللي بتطلع علشان إنتاج مسرحيات هنا وهنا 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 كذا شعبة، يعني مش مهم إن أنت تعرض. إحنا بنقدم ثقافة للجمهور. إنه يدخل يتثقف. بنقدم توعية. المسرحية محتوى، المسرحيات نفسها لازم يكون بيخدم توعوي يعني. توعوي. المردود يعني قليل. لان الانتاج علشان الثقافه، مش يعني مش عايزين تارجت، مش عايزين. ده اللي فهمته منهم. ان 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 بس يا سلام لو المسرحيه نجحت وجابت جمهور وفلوس، الله. وعملنا شباك عالي وحاجات كده. مننا احنا بقى.
احنا العبء علينا بقى كممثلين، نتكلم في السوشيال ميديا، نقابل في البرامج، نشوف كل حبايبنا واصحابنا، الو لازم تيجوا وحاجات من دي. ف لغايه لما المسرحيه تسمع، والحمد لله انت اول ما قعدنا قلت المسرحيه مسمعه. أيوة وده الحمد لله. انا اول ما شفت حضرتك قلت لك مبروك، باركت لك اول حاجه، وان فعلا المسرحيه لذيذه، وان هي فيها شيء من الاستعراض. احنا وحشنا جدا ان احنا نشوف استعراض رقصات، حاجات حلوه تبهر الجمهور اكتر من كلام كتير، يعني كلام واستعراض وفي سكتشات، في حاجه لذيذه. احنا عندنا في المسرحيه تقريبا 10 استعراضات بيا، لان الاستعراضات بتاعتي يا جامد يا ثانيه اول حاجه يا جامد. برضه كانت قصه باليه برضه يعني لا بس هناك فرق بين الباليه والبلد. ايوه ايوه يا اختي ده موضوع ثاني. الاستعراضات بتاعتي على تخت لايف. في الاستعراضات بقى اللي هي شفيقه لما بتروح وتنطلق، دي استعراضات صلاح الشرنوبي وجمال محمد بخيت عاملين الشغل يعني بتاعها مسجل. انا لايف، فانا الاستعراضات بتاعتي ما تتحسبش استعراضات، ده شغل لايف كانه تمثيل. فتقريبا في 8 استعراضات ما بين المقدمه والنهايه، واستعراضات في النص. اللي قامت بالكاريجرافي بتاع دعاء سلام اللي هي بتقوم بدور شفيقه، البريما دونا بتاعت فرقه رضا. الناس كتير سالوا السؤال ليه؟ ليه مسرحيه اسمها شفيقه المصريه، قصه حياه شفيقه الراقصه، فلازم تبقى البطله راقصه يعني؟ ما ده لوجيك طبيعي. فيش تبقى ان قوي، تبقى ان قوي إن جدا ان جدا. لو انا نص نص لا هيبان ان في حاجه ميسنج، بس انا لما اكون انا اصلا راقصه او عندي باك جراوند في الرقص وكده باينه قوي. انا عايز اسال في دي برضه، هي أيوة. هي ايامها كل يوم؟ احنا بنعرض كل يوم ما عدا يوم الثلاث. اوكي. هو يوم الثلاث عاده بيبقى يوم غير مفهوم. عامل كده يوم ما حدش قادر يشوف حاجه. بنعرض الساعه 8:30 9 الا ربع يعني 8:30. اوكي. وبالبلدي كده حضرتك مش مجهود ان حضرتك كل يوم؟ ما هو ده قصدي. مجهود كل يوم، ان حضرتك تعرضي كل يوم. ده انا لو رقصت على فكره يومين. أنا كنت هعتذر النهارده عن المجيه لاني مرهقه جدا. عندي اللي هو هيزي عامله كده. بس لا، ليه انا اخد الفيتامين بتاعي واظبط اكل صحي حلو واشد نفسي؟ لا حاجه وجيت الحمد لله. لا متعب متعب طبعا. انا تعبت. طب مع مشوار حضرتك، طبعا مشوار الفني بتاع حضرتك كبير جدا ما شاء الله، اكيد في دور كده مختلف بالنسبه لك وبتحبيه قوي. ايه بقى الدور ده؟ ماجي شارلي سامحون طبعا. بدايه. اوكي. ايوه طبعا. ليه؟ لان هي اللي عرفتني، لا عرفت ان الجمهور عليا. حطوا اسمي على صورتي لما اتعرض رأفت الهجان. قبليها كنت بمثل حاجات كده ما كانش حد عارف دي مين، ولا بنت صغيره جديده. رأفت الهجان بس حلوه. لا كل الناس كانت بتسال مين الحلوه دي يعني. ما شاء الله كان ملامح حضرتك بريئه واموره. ما هو ده جزء يعني. ايوه ده عندك انت بقى. اللي حضرتك ما شاء الله محتفظه بيها لغايه دلوقتي. ما شاء الله. الحمد لله من عند ربنا والرضا والشعور بحسن الحال. هتقولي بقى بتشربي ميه كتير؟ بشرب ميه كتير. يعني ده سر؟ هو ده السر؟ طبعا. لا مش سر. مش اشتغاله. لا 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 مش سر، مش سر خالص. انا ما عنديش اسرار. انا الحمد لله عندي رضا وقناعه من نفسي كده ان كل اللي يجيبه ربنا خير. فخلاص بقى على مستقبلي حتى على طريقه مشواري الفني. العمل ده ما جاش، مضيته وما جاش حد تاني عمله، معلش. خلاص. خلاص ده ربنا دي ارزاق. صح. فانا الحمد لله راضيه، فيمكن الرضا ده يعني بيخليكي مطمئنه، بيخليكي ريقك ينشف، تشربي ميه كتير. السعاده برضه. طب يعني رأفت الهجان هو المقرب لقلبك صح؟ طيب مع انه حلقتين. يعني الجزء الاول كان 15 حلقه، انا كنت طالعه ال 14 وال 15 بس. اوكي. بس الجزء الثاني كله والجزء الثالث كله ماجي تورز. اصلا اوكي. اول حاجه البوب قالها في الانترو
اكتر فيلم بيحبه، واحنا كنا بنتكلم في الموضوع ده حنفي الأبهة، وده طبعا بالنسبه لنا حاجه مترسخه باين اكتر من كده مفيش اكتر من كده. فهو حنفي الأبهة لو سالنا كل الاجيال كل الاعمار كل يعني ست راجل صغير كبير بيموتوا في الفيلم ده. صح. وطبعا حضرتك كان دورك لذيذ قوي، البنوته اللي مش فاهمه حاجه اللي هو في محتال بيضحك عليها. انا عايزه حضرتك كده يعني تفتكري كده نرجع شويه بالزمن لورا، الفيلم ده طبعا من اهم الافلام في الصناعه كلها، فاكيد كان فيه كواليس لذيذه يعني فاروق الفيشاوي الاستاذ طبعا محفوظ الالقاب الزعيم عادل امام الاجواء دي كلها رجال جداوي، فحضرتك احكي لي كده كان الكواليس عاملة ازاي بتاع التحضير عموما والاجواء؟ بصي هو انا كنت اعرف مدام رجاء الجداوي من قبل التمثيل الله يرحمها، كانت جميلة انسانة هايلة. كنت وانا طالبة في المعهد الباليه كانت ميس سلوى عندنا قالوا طلبوا منها ميس سلوى بقى طلبوا منها بنات يجوا يعملوا عرض ازياء بطريقة جديدة اللي هي طريقة الرقص. فجابتني انا وكان سحر وشاهين ده ونصرة وكذا حد مننا يعني، ورحنا عملنا وكانت المدام رجاء هي الفيدات او البريمادونا او المين عرض ازياء هي الست النجمة بتاعتنا، واحنا بقى عيال كده هو بقى لابسين اللبس وعمالين نرقص ونعمل مش عارف ايه وحاجات كده، فانا اعرفها وهي عرفتني انت الباليرينا عارفاكي كده يعني. مش غريب ان انا لما اتقابل معاها في الفيلم ما تبقاش حبيبتي وصاحبتي وباخدها بالحضن والحاجات دي، خلاص احنا اوريدي عشنا. ايوه طبعا. اللي كان غريب ومش غريب اللي هو كان فيه خضة ورهبة طبعا الأستاذ عادل إمام أكيد. وهو اللي كان مرشحني للدور. دخلت أول يوم تصوير على المكياج بيعملوا لي لقيت في المراية الأستاذ عادل إزاي؟ أنا الحمد لله أنا كويس. قال لي أنت بقى الباليرينا اللي بيقولوا بقى كذا وكام مش عارف ايوه حاجات كده اللي هو مكسوفه وعامله كده وخايفه وحاجات كده. راح قال لي طب يلا خلصي مكياج وتعالي بقى نقعد نتكلم. حاضر يا فندم. خلصت رحنا قعدنا اتكلمنا، قعد بقى يفكني لان احنا شغلنا كله مع بعض. ايوه صح. فما ينفعش لازم نبقى واخدين على بعض، لازم لما يعمل رياكشن ما افطسش انا على روحي من الضحك واقع في الارض، ما ينفعش لازم ابقى زي ما طلع يعني. فلازم تبقي اتعودتي شويه على الاجواء. اخد عليه واظن دي اصعب حاجه دي لما يعمل رياكشن وتعيش على الارض دي مش كده؟ دي حاجه صعبه جدا. صعبه جدا بالذات هو بيغزلك ويقول لك الحاجات دي. انا بجد بتفرج على المشهد ده ازاي ما ضحكتيش ازاي؟ ايوه. ففي موقف بقى في الفيلم ده الاستاذ عادل وخدنا على بعض. في موقف في الفيلم حصل، كنت لابسه فستان اصفر بجاكت ولابسه عقد بسهم كده عقد هندي كده يعني اكسسوار. والمفروض المشهد انا ومدام رجاء شايلين الصيني وداخلين فبيخوفنا وبنتخض وبنعمل كده وبنوقع الحاجه والبتاع، الحاجه بتقع من هنا ولقيت العقد ده فرط. اوكي. استوب دور يا جدع. قعدنا كلنا بقى فين؟ لم 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 لم. طب هنعمل ايه؟ راكور اتصور خلاص يعني الحته دي اتصورت، طب اللي بعده طب اللي قبله ده لازم يبقى موجود. قعدنا نلملم وحطيناه على السفره، هات يا عم ابره وفتله علشان بقى اقعد بقى تفاصيل التفاصيل ان حد فينا يعرف كان راكب ازاي الترتيب كان ايه. كل اللي فاكرينه السهم من تحت. عكينا بقى هنا بقى اي حاجه والسهم من تحت خلاص اهم حاجه السهم. يعني لو اتفرجنا على الفيلم تاني المشهد ده هنطلع نقارن المشهد اللي هو ده باللي قبله واللي بعده هنلاقي العقد مختلف. والله مختلف خفيف يعني اللي هو بتاع يعني هنا لا هنا كده يعني. طيب حضرتك قبل اللقاء لما كنا قاعدين كنت بقول لك ان انا يعني من الناس اللي يعني بحكم شغلي يعني ان انا بحب الاذاعه قوي وحضرتك قلتي وانا كمان. اعذري جهلي.
انا اسف. لا انا ما اعرفش لو حضرتك ليكي تجارب في الاذاعه ولا لا. ليا تجارب كتير قوي 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 قوي. من اكتر حاجه عملتها كان مسلسل كان لصوت العرب. مش هنعد السنين يعني. لكن من زمان. كنت انا والاستاذه فردوس عبد الحميد. الاستاذ خالد النبوي، الاستاذ يوسف شعبان. ما شاء الله. اوكي واو. فردوس ويوسف وانا وخالد من المنيا. المسلسل اسمه ورد النيل. ورد النيل. ورد النيل. مسلسل بيحكي قصه قناه السويس تقريبا، يعني مش كلها يعني، فيها شويه منها. فاللي هو ايه؟ حاجه 1800 يعني. حاولت اخد اللهجه، طبعا معانا مصحح لهجه لازم كده كده. صعيدي يعني او منياوي. حاولت وظبطت وعملت زي الفل واللهجه كده. لا تمام تمام. المسلسل ده دخل مهرجان الاذاعه والتلفزيون برضو، ده كان زمان يعني، ما بقاش موجود دلوقتي. واخد الجائزه الاولى. فانا طبعا فرحت قوي، مش انا اللي خدت الجائزه الاولى، المسلسل اللي خد الجائزه الاولى. فده كان من الحاجات اللي حببتني في الاذاعه اكتر واكتر. ان انا عملت حاجه نجحت وليها مردود حلو وليها كمان. ليها حضرتك بتسمعي دلوقتي ان الراديو عموما، انا على طول اللي هي المدرسه هنقول المدرسه الجديده في الراديو من ده والبوب، يعني احنا مذيعين راديو. أيوة في الاصل. فحضرتك دلوقتي بتسمعي المدرسه الجديده، ايه رايك فيها وفي الشباب اللي موجوده؟ لا انا بسمع الراديو عامه. اوكي. بحب قوي الاغاني القديمه، واللي هو الساعه 7 يجي ما اعرفش ايه، الساعه 9 يجي مين كده يعني. وبقلب في المحطات يعني، طول ما انا سايق العربيه الراديو هو اللي شغال. اوكي. وبتحبي المسلسلات بتاعه الراديو يعني؟ مش عشان حضرتك كان ليكي تجربه فيها، في رمضان كمان بيبقى فيه مسلسلات لطيفه قوي على الراديو. بتحبي تتابعيها؟ بحب اتابعها، بس بقالي سنتين ثلاثه مش بتابع. هو الفكره ان هو بيشغل الخيال. بقى في فرايتي كتيره. بقى في زحمه. زحمه. على دخلة رمضان. زحمة. في زحمه. مش عارفه ليا مسلسل في في البرنامج العام كان قعد 7 مواسم. كان اسمه عروس النيل خلاويص. ده بنتكلم عن نهر النيل وازاي نحافظ عليه، وازاي البنت لما كلت ورمت. انا كنت طالعه بحاجه اسمها نقطة المية. نقطة المية اللي نازله من فوق، والندى اللي على الشجرة اللي بيكمل النيل ويرويه. وكان الأستاذ عادل هاشم الله يرحمه كان هو عامل نهر النيل. انتوا بتعملوني وصوت بقى طبعا. فالمسلسل ده قعد 7 مواسم. لا ومسج جميله. بس الفكره حلوه، عجبتني جميله جدا. ان انت تعمل نيل او تعمل حبه الميه، وان كل سنه بيرموا عروس النيل في وفاء النيل. وايه حدوتتها يعني، في حواديت كتير قوي 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 كاذاعه، وهو للاطفال. يعني للاطفال من 5-6 سنين ل 17-18. حلو تقعدي وتعملي خيال وتتخيلي. وايه ده نهر النيل بيتكلم؟ هو في نقطه ميه بتتكلم؟ حاجات كده بقى يعني. فطبعا كان شيء لطيف. طبعا ما خلاص، يا رب ان شاء الله يبقى في حواديت اخرى ندخل نكمله تاني. يعني عايز اسال حضرتك عن تجربتك في مسلسل البيت بيتي. تجربه كوميدي رعب لذيذه جدا جدا. عايز اسالك عن كواليس المسلسل، وهل هتبقي موجوده في الجزء الثاني ولا لا؟ انا ما اعرفش هو الجزء الثاني بيتكتب، واللي عرفته ان اول حلقه خلصت كتابه. ما اعرفش اذا كان ليا في الجزء الثاني ولا لا. انما هو كتجربه اولى اللي عملناها، انا اول ما قريت قلت هايل. انا متشكره جدا استاذ خالد مرعي انك فكرت فيا اني اشتغل هذه النوعيه من المسلسلات. رعب كوميدي. فتحفه. ما هوش رعب بقى اللي هو بيتكلموا عليه الحاجات العنف والوحيه. ايوه. لا ده لذيذ. رعب كوميدي. انبسطت جدا وفرحت قوي. استاذ خالد مرعي
يعني اخرجوا بكل سلاسه وكل جمال ووضوح. وطبعا الاساتذه الممثلين مصطفى خاطر وكريم عبد العزيز. أيوة طبعا بينو وكراكيري. ايوه كراكيري دمهم زي العسل. ايوه آه دي حقيقه. وانا طبعا الاطفال ولاد صحباتي اول ما كان بيتذاع كانت الحلقه الرابعه الخامسه اتلمينا واتعزمنا في حته البنات. ايوه انت صورة حضرتك لوحدها بتخافوا مني. لا هو يعني صورة حضرتك لوحدها في الكام حلقة الأولى لوحدها هي هيبة. في حاجة في الصورة. ايوه الصورة يعني تتكلم. تتكلم لوحدها. انا طبعا عايزه برضه اقول حاجه لذيذه جدا واتكلم حضرتك عن ابنك عمر. طبعاً. ربنا يا رب يخليه لك. هو يعني عمر في الاول وما شاء الله عمر يعني واخد جمالك ما شاء الله زي القمر وانا بحبه جدا هو وزوجته الفنانه الجميله ياسمين جيلاني. ربنا يا رب يخليهم لبعض يا رب. وكنت عايزه اكلم حضرتك كده عن عمر. في الاول ابتدى في الفن وكان لذيذ وعنده قبول وفجاه اختفى ما بقاش بيعمل حاجه خالص وما نعرفش دلوقتي عنه حاجه. هو هل عمر عمل كارير شيفت؟ راح فين عمر؟ لا موجود بس الحاجات اللي بتتعرض دون المستوى. بيعمل بيشترك في افلام ومسلسلات. مسلسل منهم كان 60 حلقه اتعرض على منصه من المنصات اللي مش مشهوره. اوكي ما حدش حس بيه. سوء حظ في فيلم اتعمل ويزو سكول ولسه اتباع مؤخرا لان المنتج هو المخرج علي رجب الله يرحمه. بعد ما جهز الفيلم كله توفى فالورثه مش عارفين يعملوا فيه ايه. مشاكل بقى. بالعافيه من كام يوم عرفت انه اتباع لروتانا بس يعني هيتذاع على المحطه بس اكسكلوسيف في محطه معينه. مفيش سينما مش هيتعرض سينما مثلا يعني. ففي سوء حظ ملازمه كده. ربنا معاه بقى يا رب. يبقى ان شاء الله بعد ده هيبقى في ال يا رب. ده العادي اللي بيحصل. احنا اتعلمنا كده. طب هل هو بيشتغل حاجه تانية بجانب يعني انت مع اصلا ان الفنان لازم يشتغل حاجه تانية بجانب شغله الاساسي كفنان ولا لا؟ هو انا مع ده بس انا عن نفسي حاولت اعمل كده اشتغل حاجه تبقى تكون بزنس. هتفشلي. ما هو ده اللي حصل مره واتنين وخلاص مش نافع يعني. خسرت اللي حوشته. فاللي هو طيب خلاص. طب انا مش موظفه وما عنديش مرتب معيشه وما عنديش معاش اقبضه وخلاص انا معتمده على الكارير بتاعي بس كله. وربنا معانا بقى ان شاء الله. ما نصحتيش ابن حضرتك ان هو يعمل البالانس ده علشان ما يبقاش معتمد على الفن كليا؟ هو عمر خريج معهد فنون مسرحيه فده في صالحه اكتر مني او هو اصغر مني. يعني انا ما لحقتش. انا زمان قالوا لي تعيني ابقى موظفه في مسرح من المسارح. قلت لهم لا 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 تعيين يعني ايه؟ لا لا واتبغددت قوي وعملت كده برمديلها. يا ريتني ما كنت عملت كان زماني موظفه. ايوه. عمر متوظف في المسرح القومي فده شيء شيء جميل لذيذ. يعني على الاقل يبقى في مرتب بتعيشي على قده لغايه لما يجي اعمال تانية. بت وحضرتك حما بقى ولا لذيذه اللي هو صاحبتنا بقى اللي هو لولو مش ما مش مش ماما ولا لا لا دولا. ده دلع. انا الدلع بتاعي. أوكي. دولا. انا زمان عمر لما كان بيبي ما كانش بيعرف يقول اللام العين واللام. لا اللام عشان على اساس لولا. فدولا فخلاص بقيت دولا. يا حبيبي. من ساعتها. من ساعتها دولا. هو دولا ياسمين دولا بنتهم الحمد لله ربنا يبارك لهم فيها. ست سنين كمان اسبوع. ما شاء الله بتقول لي دولا برضو. ما شاء الله واخده حلاوتك صح؟ والله الحمد لله يعني امها وابوها برضو حلوين بسم الله. ايوه طبعا الله. طبعا بس مفيش حد من صحاب ياسمين بيشوفها الا وبيقول لها دي متقشره من على علا رامي. طب ده شيء جميل. اسمها ايه؟ يعني كده يعني طيب ماشي شكرا. اسمها ايه؟ اسمها ايما. ايما حلو قوي الاسم. ايوه. لسه في تواصل مع حضرتك وما بين الزعيم عادل امام؟ الحقيقه هو نقدر نقول انما مش يعني على فترات يعني على فترات متباعده. لما ابني اتجوز كلمني
فانا استغربت ايه ده جاب تليفوني. اه طبعا ايه يعني ازاي يعني ايه انا مش هعرف تليفونك. اه مبروك يا اختي هتبقي جده امتى. هو بطريقته اللذيذه دي. اه طبعا الجميله اللي تضحكي تبتسمي يعني بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يديله الصحه. مين بيعجب حضرتك من الشباب الفتره دي اللي هو الممثلين الشباب اللي بتقعدي تتفرجي كده المسلسلات او الافلام او بتخشي السينما بتقولي اه البنت دي جميله او الولد ده شاطر؟ اه مبدئيا ما بدخلش سينما. اوكي. هو السينما في وعكة الفترة اللي فاتت يعني. لا ما بروح والمسرح مش هنخبي على بعض يعني ما بقاش في فيلم في وعكات زي زمان للأسف للأسف. إيه إنما بتفرج بقى على الحاجات اللي بتيجي في التلفزيونات الحاجات اللي بتيجي في المنصات. ما أقدرش أقول لك حد بعينه أو واحدة أو واحد بعينه. أنا بتفرج على العمل العمل نفسه. أنا أحب أوي أتفرج على قصة قصة كده حلوة تشدني وأقول هي هيعملوا ايه. طب بعد كده واستنى الحلقه. طب ايه اللي شدك الفتره اللي فاتت؟ الحقيقه الفتره اللي فاتت ما كانش في حاجه عربي. خلاص اتفرجت على العربي كله. لبناني بتفرج على اللبناني. طب ما انا اتفرجت على كله عايزه الجديد بقى. ففي حاجات لبناني بتفرج عليها وخلصت برضو ال 30 حلقه بتاعهم خلصوا ولسه هاي. طب يلا اللي بعده بقى انا ما عنديش وقت يا جماعه. ايوه. حضرتك اختفيتي في فتره من الفترات، هل السبب انت كنت عايزه تعملي ده ولا كان الاعمال ما كانتش هي اللي بتتعرض عليكي هي اللي انت كنت حابه ان انت تعمليها؟ هو الحمد لله كان في اعمال بتتعرض بس كنت برفضها كلها، مش عشان هي وحشه ولا حلوه ولا اي نوع. انا ابتداء من كورونا قعدت تماما مش عايزه اقابل حد. انا خايفه خايفه على عمري. ايه فيها حاجه؟ لا فيها حاجه مش حاجه ابدا ابدا. والحلو ان حضرتك دغري. لا ناس كتير كانت كده على فكره. انا كنت كده ولينا كده. انا كنت قافله على نفسي مش عايزه اتعامل مع فتره كورونا وبعدها بسم الله ما شاء الله حرب اللي لسه ما خلصتش بقى لها سنه هي روسيا واوكرانيا لغايه لما جت لي المسرحيه من 7 شهور عرضوها عليا. قلت لهم لا 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 مسرح ايه ده لسه في كورونا. لا مش هشتغل. طب اقري. طيب طب نعرف الحدوته. طب شوفي. طب طب قعدنا شهرين في الموضوع لغايه لما وافقت لان لقيته دور مختلف مش أنا. وجميل دور مش علا اللي تعمله. ايه ده انا اللي هعمل ده؟ ايوه انا هعمله هتحدى نفسي وهتشوفه وهقوم واكسر الحته. اصل خلي بال حضرتك انا كنت كده اكسر التابو زي اللي ما كان بيقول. لا ودايما الراحه بتجيب راحه. انا طول ما انا قاعده في البيت اقول لا خلاص بكره لا بعده لا لا يوم ما تنسيش يوم بقى حاجه تانية مهمه. قعدتي في البيت بقيت مربعه. ده كلنا هذا الشخص في كورونا ما شاء الله يعني. فاللي هو لا الدور ده مش عايز دي ده عايز تبقى مانيكان. عايز دي عملتيها ازاي بقى؟ عايز دي عايز دي عملتيها ازاي؟ اول ما بدات ان انا خلاص هعمل رحت لدكتور تغذيه وبقيت اكل اكل صحي اظبط يعني الاكل وما اكلش بعد الساعه كذا واشرب ميه. مفيش رمرمه بالليل وبتاع. مفيش رمرمه خالص. ولا قطمه ولا شفطه ولا معرفش. لا ما ينفعش خالص. قفلت بقي بجد لغايه لما مع الرياضه بقى وتمرينات المسرح اللي اوبا. انا مش مصدقه ان في باليرينا بتتخن اصلا. تحسي فعلا ما حسيت. لا قعدت البيت يا اختي. قعدت البيت رحله للمحشي بقى وثواني والمسلسل ولا نحلي بقى. لا نطلب حاجه نحلي مش كده بس حته سكر. ايوه. هو حضرتك برج ايه؟ القوس. اجدع ناس. 12 12 اللزاز 12 12 ده كمان تاريخ مميز جدا. طب القوس معروف عنه من مميزاته ان هو بيحب دايما المغامرات، يحب السفر، يحب التنطيط، الانبساط الجديد، بيكره الروتين. خالص. انما يعني مغامرات خلاص ما بقاش في حاجه اسمها مغامرات بالنسبه لي يعني. طب الحب طيب سنا ما ينفعش. هما اللي كبروا. هما اللي كبروا. فهم كبروا فما ينفعش. هما كبروا. ما ينفعش. ما الحب مغامره. الحب ايه طيب؟
الحب. حب ايه اللي انت جاي تقوله؟ لا مش بنتكلم على الحب خالص دلوقتي، بنقول المغامرات. لا بحب السفر طبعا. مش عايز اتكلم على الحب خالص. مش عايزين نتكلم خالص. ما انا اعرف على الحب زي حالاتي. هي حب ايه وبتاع ايه؟ حضرتك لازم تقعدي مع ايهاب في الحته دي بصراحه. كلهم زملاء وكلهم اخوه وكلهم جمال واصحاب بس. اخوات اخوات. حضرتك ما شاء الله نموذج جميل الحمد لله، ومشوارك الفني مليان بالحاجات الجميلة. حضرتك نورتينا بجد في عيش سعيد، وأنا مبسوطة شخصيا أن أنا قابلت حضرتك. أنا اللي متشكرة منكم جدا، وبطلب من كل الجماهير من فضلكم يا جماعة، اللي هيلحق ويتكعبل في الحلقة دي عيش سعيد من فضلك. الفنانة الجميلة اللذيذة اللي قعدتها تحفة بجد. أنا نفسي نقعد أكتر وأكتر ونتكلم، بس مش عايزة أعطل حضرتك عن البروفات والحاجات الحلوة والمسرح، وإن شاء الله ربنا يا رب يكرمك ويوفقك في كل الحاجات اللذيذة. وحضرتك نورتينا وشرفتينا، وكنت يعني ونعمة ضيف. الحمد لله، ضيف خفيف أهم حاجة. لا بجد دي حقيقة، دي حقيقة. أشكرك. يعني مش عارف أقول لحضرتك إيه يعني، بس أنا أقول لك حاجة كويسة. يعني المسرحيه دي حبايبي فيها كتير، وحضرتك هعتبرك برضو زياده على حبايبي حبيبه حبايبي كلهم. الله. فيعني انا هاجيلكم ان شاء الله، لازم اجي اتفرج. لازم تاخدنا معاك. تاخدنا معاك يا ريت. عايزين تقول انا بس مبربيش، انا ما بطقش حنك. انا هروح لا احنا هنروح. احنا هنروح انا عشان كمان فيها رقص. انا كلها رقص. ايوه. فحضرتك نورتينا جدا، وانا اتبسطت قوي قوي قوي، اتبسطت قلبي جوه كده، مبسوط كده والله بجد. نورتينا جدا. الجمله دي انا بقولها في المسرحيه. قلبي 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 قلبي. فبنشكر حضرتك جدا، وبنشكر الناس اللي بتتفرج. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقه عيش سعيد مع الخطيره الفنانه الكبيره علا رامي، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. سلام عليكم.